أهلا من جديد. معروف كستاند اب كوميدي خصوصا بين المبتعثين في الولايات المتحدة، حيث يقيم عروضه هناك بسبب دراسته، لكنه اشتهر في السعودية عبر تطبيقي انستغرام ثم سناب شات. مؤخرا طقت في راسه وأنشأ هاشتاج مطبخ بوغاتي الذي يشارك فيه مع متابعيه تفاصيل إعداد السفرة الرمضانية. والله أني مشتاق للسعودية، مشتاق المخيمات، مشتاق للفلة وسعة الصدر والعيال والصراحة. يا الله مشتاق لقهوة أمي الظهر كذا وفلة وسعة صدر. عاد اللي مشتاق له مرة 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 ثوب، تدري شلون؟ والله لا خربها. إلى أصدقائي اللي توهم واصلين من السعودية، واتساب حركة كذي ما تجيب توفل، ما لها دخل في التوفل أبد. أنا عبد الله القاسم، إبراهيم خير الله، مؤيد النفيعي مع إلي. شو تسوي بقاتي؟ أجيب الببغاء اللي ورا. Just look. No, I'm not gonna leave you alone. Leave me alone. You're wearing a dress. معنى القيمات سمبوسة فرن كذا مولع بوم. شوف اذا شو الطريقة؟ امسكها ارفع صمة تطلع كذا وحطها فيه. وينضم إلينا من مدينة مانشستر في ولاية نيوهامشير الأمريكية الستاند اب كوميدي عبد الله القاسم الملقب ببوغاتي. أرحب فيك معنا يا عبد الله، وإحنا سمعنا أنه أصحابك كلهم تركوك، فقلنا نحن والمشاهدين نونسك بما أنك قاعد لوحدك الآن. شكرا لكم. أنا ترى تعطرت بس ما أدري ليش متعطر، ما أدري يعني حس إنك بتشم ريحتي ولا ما أدري ليش. بلغت في الاستعداد يا عبد الله. والله مرة متحمس، الزيت جاهز وكل شيء جاهز الحين. طيب ممتاز، بس أول اشرح لنا إيش سر الاسم، ليش بوغاتي؟ والله المسمى عندك حلقة مدة ساعة كذا أشرح لأنه لا. ها توهقتنا الحين، لأنه بارت أوف ماي شو اسمه، إنه جزء من الستاند أب كوميدي حقي، عشان كذا ما كذا أتكلم فيه كثير. طيب هو يعني جزء من الشو اللي انت بتسويه. نسوي تسويق للشو عشان ما نقولهم الحين يجون الشو ان شاء الله. طيب انت ايش حكايه الستاند اب كوميدي؟ هل هذه بدات معاك وانت في امريكا؟ والله ايه، بدات في نهايه 2010 بدايه 2011. بديت يعني مع اسوي في كوميدي كلوبز ومع امريكان، بعدين حبه الحمد لله سويت ستاند اب كوميدي بالعربي وبالانجليزي على جميع ولايات امريكا الحمد لله. وعندك دحين عروض كمان جاية وكذا، وبتعمل أشياء مع عرب ومبتعثين. اي مع مبتعثين وسعوديين، يعني فيها عندي تو شوز إن شاء الله بعد العيد في سان دييغو وفي إلي. أنا دائما قبل ما أطلع أحاول أروح للمدينة هذه نفسها وأشوف السعوديين اللي يبغون يطلعون ستاند اب كوميدي وأكلمهم وأقول لهم يعني إذا أنت عندك القدرة وكذا أقدر أساعدك، تعال اطلع معي ونسوي شو مع بعض. نشجع بعض، ندف بعض زي ما يقولون. ايوه. طب وهذه حكايه مطبخ بوغاتي، الهاشتاج هذا اللي دحين صار كل الناس بيتفاعلوا معك فيه؟ الهاشتاج قسم بالله ما ادري شلون طلع. اول شيء القصه، يعني عشان اقول اكون صريح معك، اختي نوره مغششتني كيف اسوي الجيمات. حلو. ايوه اكلمها في سكايب مغششتك انه كذا تفغصها بيدك كل شيء كل شيء. حط البودره ثم حطيت ثلاث كاسين، قايلين لك كاسين. فحست الجيمات الاولى رمضان الاول، لو لاحظوا العالم ما نزل شيء. رمضان الثاني سكايب، بعدين سناب، انا قاعد اسوي لحالي ما معي احد، ومن هناك اختي معي. فحبه حبه الحمد لله لين ضبطت الموضوع. طب حلو، حتطبخ لنا شيء، تورينا مطبخك، تعمل لنا تور بما انه صار هذا اشهر مطبخ يعني الان. الله يسلمك. اوكي طيب ان شاء الله. باخذكم معي عند الفرن، بس ان شاء الله ما يجيكم شيء ان شاء الله. لا ان شاء الله لا، بسم الله. ما ندري. طيب اوكي تعال معي عشان السماعه. ايوه طيب شايفيني كويس؟ ايوه نحن شايفينك مره ممتاز، متالق منور الشاشه. طيب انت شلون على طول تجي هذا مغطي الشاشه ما شاء الله؟ بس الله يعطيك العافيه. قل لي ايش الورقه اللي وراك معلقه هذه؟ او لا هذا مطعم كذا، في طباخ في يسوي السوشي في الرياض، قال ابغى اعلمك، اسمه جون، ابغى اعلمك تسوي السوشي والاشياء هذه. فبديت اتحمس معاه، حط نوتس، حط اشياء زي كذا عشان ابدا اسوي سوشي ان شاء الله.
لا يكون اعلان يمكن. بس يا عبد الله. لا لا مو اعلان، لا مو اعلان، مو اعلان ابدا. طيب طيب وين هنا العجينه؟ لبست العده كامله خلاص. اوكي اوكي اوكي، خلي بعلمكم هنا العجينه زين. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا. اوكي معاي ولا لا؟ معاك، اخاف تجي الجيمات بالسماعة. ورينا العجينه، يعني احنا شايفينك انت الان وجهك اكثر من العجينه. العجينه طيب ولا؟ اوكي طيب دقيقه. الله إيه. اوكي اوكي حلو جميل، تشوفون كذا الحين صح؟ ايوه نشوف كذا تمام. طيب بديت مطرس، انا بديت مطرس. طيب تاخذين العجينه كذا، انت معاي ولا لا؟ لا انا معاك، انا معاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الاولى ايوه بالزيت. طب بس بامانه دحين يعني الناس بيقولوا على اكلك طيب؟ والله اللي ياكلون عندي صراحه كل مره يقولون ناقص الملح، ناقص هذا، ناقص، فما اعزمه مره ثانيه خلاص. اللي يمدح على طول كذا دائما كل يوم عندي تلقينا. طيب وعندك اكله متخصص فيها ولا هي شكلها اللي جيمات؟ شوفي الجيمات الى الان هي المركز الاول عندي. ايوه فصراحه يعني هي اللي ضبطتها مره. قاعد احاول، قاعد احاول اسوي اشياء ثانيه، بس انه سويت كبسه، سويت كبسه بس طلعت جريش فجاه فاق شيء. طيب يعني بالتعلم، بالتعلم. طب بس تعلم. انت يا عبد الله ايش بتدرس اساسا؟ انا ادرس ماركتنج كوميونيكيشن سوشيال ميديا، اللي هو تسويق واتصال في الاعلام، في الاعلام. تقريبا باقي لي ترم واحد ان شاء الله واتخرج، او ترمين بالكثير. لا يحترق وجهي من الزيت. اوكي لا سلامتك كده. طيب طيب بس اوكي، الوالده تزعل علينا بعدين ونوره تزعل. اي والله. فانا ادرس هذا الشيء، عشان كذا انا تخصصت في تقريبا لو تشوفين الانستغرام حقي كله تطبيق من دراستي. التويتر، السناب شات، كله يعني ادرس السناب شات، يعني اخذ كتب والاشياء في السناب شات، في الانستغرام كيف تسوي ماركتنج، في الانستغرام كيف تسوي ماركتنج في السناب شات، كل هذه الاشياء. فالحمد لله رب العالمين، يعني بعد ما تعمقت في السناب شات وبعد ما طلع شيء يعني له صوت وصيت في السعوديه، طلع شيء يعني الحمد لله اني دخلت التخصص هذا من 4 سنوات اللي راحت يعني. طيب جميل، ان شاء الله بالتوفيق. خليني اسالك بعض الاسئله اللي وصلت على الهاشتاج، بس تجاوب سريعا زي كانك بتجاوب في سناب شات، تتكلم مع سناب شات. يلا طيب بسرعة. يلا ايش سالفه الكلوركس؟ طيب هذه سالفه طويله مره صارت لي يعني في استخدام الكلوركس، وفحوسه يعني طويله السالفه، طويله السالفه مره. طيب انا عاد بسالك واحد اسمه سعود، سعود الواصل، هذا صديقي. صحيح صحيح إيه؟ صديقك يبغى يورطك. طيب خلينا نشوف ايش عبدول، عبدول كي اس اي. هذا انا اقلد الجيمرز، الجيمرز اللي يجيبون يقول السلام عليكم معكم عبدول، عبدول كي اس اي بوغاتي، هذول كذا النيك نيم حقه، كل هذا نيك نيم، فانا اقلدهم اقول يعني ايش الاسم الطويل حقك. ايوه طيب إيه؟ لو كنت مبتعث وعايش في السعوديه، لو ما كنت مبتعث وعايش في السعوديه كنت حتلاقي نفس الشهره؟ وش ذا السؤال هذا؟ واحد صادق هذا ولا لا؟ ما ادري بصراحه انا ما يعني. والله واحده اسمها سعاد. سعاد قولي لي سعاد. والله ما اتوقع صراحه، لان الفرصه هنا كانت اسرع، والشغف هنا يا اختي ما ادري، احس ان الحياه ابسط هنا بكثير، انك تدخل في حلم، تدخل في اشياء زي كذا، احس انها اسهل من السعوديه صراحه. ايوه يعني في السعوديه اكيد الوالده ونوره وكلهم كانوا حيدلعوك، السوق تجيبني من السوق وشلون العيال في الاستراحه ما ادري شو، فتنشغل يعني ما عندك وقت فاضي تفكر في نفسك كثير. ايوه طيب يعني أيوة. احنا بنتمنى لك طبعا دائما التوفيق، ويعني ان شاء الله الجيمات تطلع طيبه، ولو انه احنا ما يعني ما احترقت. اوكي احترقت فعلا. أيوة. طيب لازم أيوة. لازم ورينا هي محروقه. والله عن جد احترقت. طيب. عادي والله، بس انه شو اسمه، شو انه اول اربع ف طيب يعني صراحه ضاعت كل فرصك انه تصير شيف، لانه على الهواء احترقت لقيماتك. كان معنا من مدينه مانشستر في ولايه نيو هامشير الامريكيه الستاند اب كوميدي عبد الله القاسم الملقب ببوغاتي. طيب سريعا نتائج الاستطلاع لليوم، هل تجدون الدعوه لمقاطعه سناب شات اسلوبا مجديا للاعتراض؟ 89% قالوا لا. مشاهدينا انا اعود والقاكم غدا ان شاء الله في امان الله.